لم تغير الوحدة التي جمعت بين جنوب اليمن وشماله في 22 من آيار عام 1990 من واقع الحال الذي تعيشه البلاد منذ عقود رغم الآمال التي علقت عليها. ومع حلول الذكرى 32 لما يعرف بعيد الوحدة اليمنية، لا تزال دعوات انفصال جنوب البلاد عن شمالها مستمرة رغم التوافق الهش الذي حصل مؤخراً عبر تشكيل مجلس القيادة الرئاسي الجديد في 7 من نيسان الماضي، وفق مرسوم للرئيس عبد رب منصور هادي بهدف استكمال الفترة الانتقالية في البلاد. وهو الأمر الذي أعطى إشارات إيجابية حول إمكانية إعادة الوحدة الوطنية إلى واجهة المشهد اليمني وإضعاف الأصوات المنادية بإعادة الأوضاع لما كانت عليه قبل عام 1990. مراحل كثيرة عاشها اليمنيون شكلت نقاطا فاصلة هددت هذه الوحدة بين شمال اليمن وجنوبه، ولعل أبرزها ما جرى تحديدا عام 2017 عندما تأسس المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يقود الأصوات الانفصالية وقام بفرض سيطرته على العاصمة اليمنية المؤقتة عدن ومحافظة سقطرى، إضافة إلى مناطق جنوبية أخرى تشهد بين الحين والآخر مسيرات ودعوات مناهضة لوحدة البلاد. الحرب القائمة منذ أكثر من 7 سنوات بين القوات الحكومية الشرعية وميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، والتي فرضت سيطرتها على عدد من المحافظات اليمنية ومن بينها العاصمة صنعاء عام 2014، ألقت بشكل من الأشكال بظلالها الثقيلة على الوحدة المهددة بالتفكك والعاجزة عن الصمود في بلد أصبح فاقداً للسيادة وغارقاً بالأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية العصية على الحل. Push up!